cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واحلى مشاهدين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا من ألذ واطعم الوصفات وتنفع جدا في العزومات، هي البيكاتا بالمشروم. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. معايا انا كيلو لحمة شرايح، طبعا انت الكمية اللي انت عايزاها، مشروم نص كوباية شوربة، نص كوباية كريمة هقولك تستبدليها بايه، معايا بصلاية كده متوسطة، زبدة طبعا للتوابل، ملح وفلفل، جوز الطيب طبعا ممكن تستغنى عنه، معايا زعتر وزيت. اول حاجة هعملها هجيب الاول شرايح اللحمة كده، وابتدي احط لها التوابل اللي هو الملح، طبعا شوية فلفل، جوزة الطيب ممكن تستبدلها بسبع بهارات بتدي طعم حلو جدا، طبعا شوية زعتر، اتبلها من ناحيتين. بعد طبعا ما تبلنا اللحمه معايا كده اهي طاسه على النار، احط فيها مكعبين كده زبده، طبعا شويه زيت معاهم عشان الزبده ما تتحرقش، اول طبعا ما يسيحوا كده هبتدي ادي صدمه للحمه الاول. لازم الطاسه عندي تكون سخنه، ما احطش اللحمه والطاسه عندي تكون بارده عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. اول ما سخنت معايا خالص ابتدي بقى انزل بشرايح اللحمه اللي احنا تبلناها، اديها صدمه على الناحيتين. بعد ما شوحنا اللحمه بس عامله ازاي لون ده حلو جدا، طلعهم بقى نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها اللحمه، احط بس كده معلقه زبده كده تاني مكعب كده، العصاره بقى اللي نزلت من اللحمه دي بتدي طعم حلو جدا. بعد كده عندي البصلايه المتوسطه مقطعاها صغير جدا، وابتدي اديها لون ذهبي كده شويه. بس البصل هي اخدت معايا اللون الذهبي ده حلو جدا، طبعا ممكن برضه تتحكمي في اللون لو انت عايزه، طبعا الصوص بيبقى اغمق بتغمقي البصله شويه. بعد كده احط بقى اضيف المشروم، من الحاجات طبعا الحلوه والمغذيه جدا المشروم، بعد ما شوحت المشروم كده مع البصل عندي معلقه دقيق صغيره، معلش نسيت اقولك المقادير، جابت تشويحة كده مع البصل والمشروم تلاقيش مش هتكلكع ولا اي حاجة خالص. اول بقى ما الدقيق يختفي هروح جايبة حاطة نص كوباية الشوربة او مية، لو معندكيش شوربة حطي مية عادي كده، خلاص كده اختفت الدقيق، حطي بقى نص كوباية الشوربة. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. معاها نص كوباية الكريمة، ممكن تستبدليها بزبادي. اهو تحطي طبعا ملح وفلفل، وانزل طبعا فيها قطع اللحمة اللي احنا شوحناها مع بعض. توطي بقى النار خالص وتغطيها، مش هتكمل تلت ساعة هتلاقيها استوت، لحد ما اللحمة تلاقيها استوت معاك، طبعا متاخدش وقت خالص. حطيت اللحمة اهي، اهم حاجة توطي عليها خالص عشان خاطر ما تتلسحش، وتغطيها واسيبها بقى ايه تستوي. كده انا بقدمها صراحة مع الرز الابيض، انت براحتك بقى تقدميها على الحاجة اللي انت بتحبيها براحتك بقى كده، بجد جربوا الطريقة دي بجد حلوة جدا. بقى عليها عليها بقى شوية الصوص كده، لو انت بقى عايزة الصوص يبقى خفيف شوية يبقى زودي شوية شوربة، بس هو كده حلو جدا
ده كان طبقنا اللي احنا عملناه النهارده مع بعض. يا رب يكون افدتكم بقى النهارده بالفيديو. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.